تتواصل منافسات بطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس، والتي شهدت إقامة 6 مواجهات ضمن التصفيات التأهيلية الثانية، و3 مواجهات ضمن الدور 32 من البطولة في اليوم الثاني من البطولة. هذا وتستكمل اليوم منافسات الدور 32 من البطولة ب13 مواجهة على ملاعب التنس في نادي الضباط خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يخوض البحريني يوسف قائد أولى مبارياته في البطولة ويواجه دانييل ميتشالسكي. كانت المباراة صعبة في الواقع، كنت متأخرا بنتيجة 2-4 في المجموعة الأولى، لكنني فزت بطريقة ما، عدت من 2-4 وكانت الأفضلية له ب30-40 بداية انهيار لي، ولكنني عدت وبقوة، خضت مباراة صعبة وكان فوزا جيدا أيضا، لأنني أعرف الرجل، لقد هزمني من قبل، لذلك كنت أعرف أن المنافسة ستكون محتدمة، لقد وجدت طريقا لذلك، أنا سعيد بالنتيجة. أنا اليوم بحالة جيدة ولكنني متوتر بعض الشيء، لأنني لم أتعادل في مثل هذه الأحداث الكبيرة، لذا على أي حال أنا أتطلع إلى ذلك. كانت المباراة جيدة بالنسبة لي، لم يكن لدي أي توقعات بشأن أدائي، لكني لعبت مباراة جيدة، حصلت على استراحة مبكرة مما جعلني أشعر بالراحة في المباراة، وكنت أقود المباراة بأكملها، لذا كان هذا أهم شيء في المباراة وفزت، وأعتقد أنها كانت سهلة للغاية وكانت مباراة طويلة، لكنني فزت بها وأنا أتطلع إليها.